السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الدرس ان شاء الله غنديروا واحد النموذج لامتحان وطني موحد لسنة 2018 ديال شبكة الاداب والإنسانية مسلك الاداب. alright so كما انتم عارفين الامتحان مقسم لثلاثه ديال الاقسام. كاين الكومبريهنشن، الاسئله الفهم ديال النص، اوكي كيكون عليه 15 نقطه. alright القسم الثاني هو ديال لانجويج، اوكي لانجويج ولا اللغه، علوم اللغه اللي توتوا عليه 15 نقطه. alright القسم الثالث والاخير هو ديال رايتين عليه 10 ديال النقاط، فيه جوج ديال التمارين، واحد التمرين كيكون عليه نقاط، التمرين الاخر كيكون عليه 6 ديال النقاط، هي 10 ديال النقاط. يعني امتحان كامل عليه 40 نقطه، كيقسموا على جوج هي 20. اوكي يعني هذا الامتحان هذا عليه 40. كيفاش تيبغوا يحطوا لك النقطه الاخيره النهائيه؟ كيقسموها على 20 باش كيعطيهم النقطه الاخيره. مفهوم؟ سو اكيد كيعطيكم هاد الاسئله ديال النص، وكيعطيكم عاوتاني النص. اوكي النص في شي مؤشرات باش كتعرف الموضوع ديال النص. اعطيكم فقرات، الفقره الاولى الثانيه الثالثه سيرتس. اوكي اعطيكم واحد الصوره اللي هي هذه، واعطيكم هاد المؤشر، هاد السميه هذه، قال لك اشنا هي هذه. هذه هي انفنت انكيوبيتر. انفنت انكيوبيتر هو هاد الحاضنه ولا هاد الاله ديال الحضن. رايت الحضانه، يعني الموضوع غادي يكون على هاد الاله ديال الحضانه. اوكي مفهوم؟ سو نبداو نقلب على الاسئله ديال الفهم باش نعرفوا اشنو غادي ولا اشنو مطلوب منا. سو السؤال الاول اللي ديما كيكون هو ديال are these statements true okay ولا false and justify، يعني واش هاد الاسئله هادو صحيحه ولا خاطئه، وعلل جوابك justify. alright سو الجمله الاولى to get an incubator from Quester poor families have to pay، يعني باش يجيبوا باش يحصلوا على هاد الاله ديال الحضانه العائلات الفقيره خاصهم يخلصوا have to pay. right غنمشيو للنص ونقلبوا عليها نشوفوا واش صحيحه ولا خطأ. number 2 Quester used his own resources to finance his project، يعني هاد Quester استعمل المصادر ديالو باش يمول هاد المشروع. number 3 Mariama's parents received the incubator when she was at the hospital. يعني الأبوين ديال مريما حصلوا على هاد الحضانة والآلة ديال الحضانة مني كانت هي في المستشفى. when she was at the hospital. هادو الأسئلة ديال شو ولا فوز. ندوزو دابا الأسئلة الأخرين اللي كيتسماو WH questions. ولا الأسئلة اللي كيبداو فيهم WH. So answer these questions. هاد الأسئلة كيما قلت لكم كيكونوا كيتسماو WH questions. okay ولا الأسئلة اللي بادين ب WH. هاد الأسئلة اللي بادين ب WH مثلا السؤال الأول according to WHO what is the main cause behind the death of children under 5. يعني بالنسبة لي منظمات الصحة العالمية ولا WHO what، هنا عندي what. okay هاد what كتعني ماذا أشنو. okay ماذا. so what is the main cause behind the death of children under 5، يعني أشنو هو، ما هو السبب الرئيسي، the main cause السبب الرئيسي خلف الوفاة ولا الموت ديال الأطفال اللي قل من ولا تحت من 5 سنوات. هذا السؤال الاول من النص، تمشيو النص نقلبوا عليه. السؤال الثاني بادي بهاو، هاو كتعني كيف. اوكي هاو كيف، يعني السؤال هذا يعني هاو ديد بروفيسور كوستر بيكام انتريستد ان انكيوبيترز، يعني كيفاش ولا هاد بروفيسور كوستر اصبح مهتم انتريستد في هاد الاجهزه ولا الالات ديال الحضانه. number 3 how تاهي كتعني كيف. okay how كيفاش ولا كيف. alright so how did Mariama's father know about the incubator landing service، يعني كيفاش الاب ديال مريم عرف على هاد landing service، هاد الخدمه ديال الاقتراض
ديال هاد الالات هادو، يعني خدمه ديال الاقتراض. كيمشيو مثلا واحد البلاصه واحد المستشفى وكيتسلفوا، اوكي، كيتسلفوا هاد الالات ديال الحضن. يعني كيفاش عرف هاد الاب ديال مريم على هاد الخدمه؟ اوكي، كيفاش عرف هاد الخدمه؟ باش عرفها، اوكي، منين جاتو الاخبار بلي كاينه هاد الخدمه في البلد ديالو مثلا، مفهوم؟ سو ندوزو السؤال سي. السؤال سي كيكون عندي واحد الجمل وكيقول لي كمل هاد الجمل من النص، اوكي، كمل هاد الجمل من النص. سو كومبليت، اوكي، كومبليت ذا سنتنسز، ذي سنتنسز ويذ ذا انفورميشن، بمعلومات فروم ذا تيرس، من النص. اوكي، كيبدا لك واحد الجمله وكيقول لك كملها من النص. الجمله الاولى تو كيب premature babies warm، يعني باش يخليو هاد الاطفال اللي تزادوا قبل الوقت يعني كيحسوا بالدفء، رايت. دكتورز، اطباء، اشنو كيديروا؟ اوكي، باش يخليهم يشعرون بالدفء، اوكي، واللي بقاو سخانين اشنو خاصهم يديروا؟ نمبر 2 تو جيت ان انكيوبيتر، باش نحصلوا ولا باش نجيبوا هاد الاله ديال الحضانه. بيبل نيد تو سند، الناس خاصهم يصيفطوا ولا يرسلوا، اش خاصهم يرسلوا؟ اوكي. نمبر 3 وين مريامز هيلث كونديشن جات بيتر، يعني مني الصحه ديال مريام، الصحه، الحاله الصحيه ديال مريام ولات افضل، الدكتورز اشنو داروا؟ اوكي، الدكتورز داروا واحد الحاجه. فهم هادشي كامل كنجاوب عليه انطلاقا من النص. السؤال دي، السؤال دي هذا عطاك واحد الجدول، اوكي، واحد الشارت، رايت، قال لك هنايا fill in the chart، يعني املا، fill in هي املا، fill in the chart، املا الجدول with the right information، بمعلومات اللي هي صحيحه من النص، رايت. كيعطيك هنايا واحد الارقام، اوكي، وكيقول لك اشنا هي هاد الارقام، علاش كتعود هاد الارقام، اش كتعني هاد الارقام. عطاك مثلا هاد 180 ولا 180، اشنا هي هاد 180؟ العدد ديالاش، واش ديال الناس، ولا ديال عدد هاد الالات، ولا ديال عدد الاطباء، ولا ديال عدد الاطفال الى اخره، اشنا هي هاد 180؟ رايت، هنا عندك 1500، يعني هاد 1500 ديالاش، رايت. هنا 2.4، هنا مجاوبين عليها 2.4، هي مريم ويت ناو، يعني الوزن ديال مريم الان دابا، رايت. دابا ندوزو الاسئله الاخرين اللي بقاو لينا، هما الاسئله اللي كيقول لك هاد الضمائر هادو على من كيعودوا، اوكي. سو وات دو ذا underlined ووردز ريفير تو، يعني اشنو هما هاد الكلمات والضمائر اللي underline مسطرين عليهم كيعودوا، علاش كيعودوا؟ اوكي، اشنو هما الاشخاص ولا الاشياء اللي كيعودوا عليهم، يكونوا مسطرين عليهم في النص. مثلا هاد هي، اوكي، مسطرين عليها هنا بيبي، ها هي ذا بيبي، رايت. مثلا هاد بيبي شكون هو البيبي؟ شكون هاد بيبي اللي كنهضروا عليه؟ شكون هاد الطفل اللي كنهضروا عليه؟ هي شكون هو هي؟ اوكي، شكون هو الشخص اللي هو هي؟ مفهوم؟ داكشي كنقول لكم قراو الاسئله هما الاولين، ملي كتقرا الاسئله كتحاول تكون واحد فكره عامه ولا واحد الصوره كامله، اوكي، على اشنو مطلوب منك في الامتحان، رايت. ندوزو دابا السؤال التالي، هو ديال find in the text، يعني قلب ابحث في النص، find in the text words phrases اللي عندهم نفس المعنى، okay that mean the same as، يعني المرادف ديال هاد الاسماء هادو ولا ديال هاد الكلمة، sorry، ولا ديال هاد الجمل. find money for، find money for اشنو هي الكلمة ولا الفيرب، الفعل اللي كيعني find money for، يعني انا كنقلب على الفلوس، على المال لاجل واحد الحاجه اخرى، اوكي، ابحث عن المال لاجل شيء ما. انسر، اشني المرادف ديال انسر في النص، رايت، مفهوم. دابا نشوفو نقراو، دابا نرجعو نقراو النص ونشوفو الاجوبه ديال هاد الاسئله هادو، رايت. سو وين شي واز بورن بريماتشورلي، يعني ملي تزادت قبل الوقت ديالها، مريم was just 1.2 kilograms، مريم كانت غي 1.2 كيلو. now الآن she is still underweight، دابا باقا تحت من الوزن اللي خاصها تكون فيه. she is one of the hundreds of premature babies born in Indonesia
benefiting from the work of Professor Quester, who is building incubators and lending them for free to low-income families. يعني هي she is وحدة من مئات ديال هاد الأطفال اللي تزادوا قبل الوقت ديالهم اللي تزادوا في إندونيسيا اللي كيستافدوا من العمل ديال بروفيسور كوستر من الأستاذ كوستر بروفيسور كوستر اللي كيبني هاد الحاضنات هادو كيبنيهم ولا كيصايبهم وكيسلفهم كيعطيهم الناس اللي عندهم واحد ولا العائلات اللي عندهم واحد الدخل اللي هو منخفض. الفقرة الثانية The World Health Organization ولا WHO منظمة الصحة العالمية says that premature birth complications are the main cause of death among children under 5. يعني قالت هاد منظمة الصحة العالمية ان يعني ازدياد ديال هاد premature هاد الاطفال اللي هما قبل الوقت ديالهم فيهم تعقيدات بزاف, وهاد التعقيدات هادو هما اللي كيخليو هاد الاطفال هادو كيموتوا قل من الاطفال اللي قل من 5 سنوات كيموتوا. babies who are born early need incubators to keep them warm and protect them from infections. يعني الاطفال اللي هما قل اللي كيتزادوا باكرا كيحتاجوا هاد الحاضنات هادو هاد الاعداد ديال الحضانه باش باش تخليهم يعني دافئين كيحسوا بالدفء وتتحميهم من العدوى. But getting access to these life-saving devices is a huge challenge for millions of people living in poverty in Indonesia. ولكن الحصول على هاد الأجهزة اللي هي تتحمي الحياة ديال الإنسان وتتحافظ الحياة ديال هاد الأطفال هادو هو واحد التحدي كبير huge تحدي ضخم الكثير لملايين من الناس التي يعيشوا في فقر في الفقر في إندونيسيا. الفقرة الثالثة number 3 Quester who works at the University of Indonesia started his lending scheme in 2012 using his technical expertise to build ultra light portable incubators. يعني هاد البروفيسور كوستر اللي كيشتغل في الجامعة ديال إندونيسيا بدأ الخطة ديال الاقتراض ولا كيسلف في هاد البرنامج هذا ديال الاقتراض ديال أنه كيسلف الناس هاد الآلات هادو بدأها في 2012 كيستعمل واحد التقنيات ديال الخبرة ديالو باش يبني واحد الآلات اللي هما متحركة و فوق الضوئية. His interest in incubators began when he fixed one of the devices for a pediatrician and then learned how to construct them himself. يعني بدأت هاد ال interest ولا الأهم الشغف باش يبني هاد باش يقاد هاد الآلات هادو من يقاد واحد من هاد الأجهزة, ومن ذاك النهار هو ومن بعد تعلم كيفاش يبنيهم كيفاش يصيبهم بوحدو himself to fund his team باش يمول هاد البرنامج ديالو ولا هاد المشروع ديالو. He looked for individuals قلب على اشخاص when to donate about اللي هما قادرين انهم يتبرعوا بتقريبا $260 each اللي قادروا يتبرعوا بكله ب $260 لكل واحد. The cost of making one incubator. هاد التكلفة باش يصايبو غي هاد الآلة وحدة. Number 4. People acquiring an incubator send a text message to a special number and volunteer brings one for them. يعني الناس اللي خاصهم اللي كيحتاجوا هاد الآلات هادو هاد الحضانة كيصيفطوا واحد الميساج واحد الرسالة بواحد رمز اللي هو خاص, وواحد المتطوع فالنتير كيجيبهم ليهم كيديهم كيجيب ليهم هاد الآلات هادو حتى للدار. The service began in the capital Jakarta. هاد الخدمة هادي بدات في العاصمة جاكرتا and has now expanded to an additional 48 cities and will be extended to 300 cities. ودابا توسعت لأكثر من اللي
ل 48 مدينة إضافية، ومن المتوقع أنهم يتوسعوا لأكثر من 300 مدينة. كوستر has so far built 108 incubators. هذا البروفيسور كوستر بنى حتى الآن 180 آلة that have helped about 1,050 babies. اللي عاونت تقريبا 1,500 طفل. Our success ratio is 100%. The 1,500 babies are all alive and healthy. هاد الأطفال، هاد 1,500 طفل كلهم يعني عايشين وبصحة جيدة. He said، هو قال. The scheme has proved invaluable for Mariama and her parents. هاد المشروع هذا تبت الأهمية ديالو لمريم، هاد الطفلة هادي مريم والأبوين ديالها. مريم's mother underwent cesarean section in February when she was almost 8 months pregnant due to high blood pressure. يعني الأم ديال مريم خدعت لواحد العملية قيصرية في شهر فبراير. كانت في الشهر الثامن بسبب ضغط الدم العالي، يعني الطونسيو مرتفع، اوكي، ارتفاع ضغط الدم. After 7 weeks، من بعد 7 ديال الاسابيع، when the baby was still 1.5 kilos، ملي الطفل كان باقي غي 1.5 كيلو، doctors said Mariama could not longer stay in the hospital. الاطباء قالوا بلي مريم ما يمكنش ليها تبقى في المستشفى. As her condition has had stabilized. بسبب أن الحالة ديالها مستقرة. We were slowly recovering from the shock of having a premature baby. Premature baby. يعني كنا في يلا كنتعالجوا من هالصدمة ديال أننا حصلنا على واحد البيبي، على واحد الطفل اللي هو تولد قبل الوقت ديالو، okay. But then we had another problem. ولكن بعد كان عندنا واحد المشكل آخر. How to take care of her at home. كيفاش نعتني بها في المنزل. The father said. After asking around، من بعد ما سولوا الناس، the father found about the incubator landing service from a friend. الأب اكتشف ولا عرف هاد الخدمة ديال أنهم كيسلفوا هاد الآلات هادو من واحد صديق. يعني واحد الصديق قال لي بلي كاين واحد الاله، كاين واحد الخدمه كيسلفوا فيها هاد الالات ديال الحضانه. I sent a text message. من بعد صيفطت واحد الميساج، واحد التيرست، and the response was very fast. الجواب كان سريع. After a few minutes، من بعد واحد بعد دقائق، the operator got in touch with me. يعني من بعد واحد بعد دقائق قليله يعني اتصلوا بيا. And said that the incubator وقالوا بلي هاد الآلات هادو can be picked up as soon as the baby is at home. قالوا بلي هاد الآلات كنحصلوا عليهم مني الطفل كيجي للمنزل. He said Mariama now weighs 2.4 kilograms. الوزن ديال مريم الآن now هو 2.4 كيلوغرام. And although she still spent a lot of time in the incubator، بالرغم من أنها باقا تقضي بزاف ديال الوقت في هاد الآلة ديال الحضانة، her parents now feel safe taking her out and playing with her. الأبوين ديالها كيحسوا بالأمان ملي كياخدوها، أنهم كياخدوها إلى الخارج وكيلعبوا معاها. دابا شفنا الأسئلة ديال، دابا قرينا النص، دابا غنشوف الأسئلة ديال الفهم، أوكي، ولا comprehension. فاش كنبغوا نجاوبوا على هاد الأسئلة ديال الفهم، alright، كنمشيو نشوفوا هاد الجملة الأولى باش باليا ولا أشنو الموضوع ديالها. قلنا أن to get، هذا هو topic، to get باش نحصلوا على أشنو incubators from cluster. To get incubator from cluster، poor families must pay. يعني poor families must pay، يعني العائلات الفقيرة خصهم يخلصوا. واش هاد الجملة صحيحة ولا خاطئة، أوكي. غنمشيو النص، غنقلبوا على get incubator وغنقلبوا على poor family، أوكي. So يعني هاي عندي كوستر
اللي اشنو هو كيبني هاد ولا كيصايب هاد الانكيبيتر مالو لاندين لاندين يعطي لاندين ذم فور فري يعني مجانا مجانا اوكي يعني ما خصهمش يخلصوا هادشي كيعطيهم مجانا لمن ل لو انكم فاميليز ولا العائلات اللي عندهم دخل اللي هو منخفض اوكي يعني هاد الجمله هادي خاطئ اوكي فولز غندير فولز اوكي وغنكتب هاد الجمله هادي من هنايا اوكي من هنا حتى الاخر اوكي سو لاندين ذم اوكي لاندين ذم فور فري اوكي ولا فور فري فور تو سوري لو انكم فاميليز بحال بحال اوكي يعني اهم حاجه وتبين المصاحيح بلا فهمتي النص الجمله الثانيه غدير الصحيح ولا خطا و جاستيفاي كوستر يوز هيز اون ريسورسز تو فاينانس هيز بروجيكت قلنا فاينانس هي يمول يعني واش هو يستعمل الموارد ديالو باش يمول البروجي ديالو ولا يساعدوه ناس اخرين اوكي غنمشيو نقلبوا على هاد فاينانس هيز بروجيكت وغنقلبوا على ريسورسز في النص اوكي سو ممكنش مش لو نلقاو نفس الكلمه اوكي ممكن نلقاو شي كلمه اخرى اوكي سو تو فاند تو فاند هي فاينانس بحال فاند بحال فاينانس اوكي يعني مول تو فاند هيز ستيم تو فاند هيز ستيم هي لوكت فور انديفيدجوالز ويلين تو دونيت اباوت 360 ايتش ذا كوست اوف ميكين وان انكوبيتر يعني هو ماشي مول هذا المشروع ديالو بوحدو يعني طلب من الناس انهم يتبرعوا اوكي سو هي لوكت فور انديفيدجوالز ويلين تو دونيت يعني هذه خاطئه اوكي فولز غندير فولز اوكي نكتب هي فور انديفيدجوالز تو دونيت اوكي هيز بروجيكت ولا هيز ستيم اوكي بحال بحال تو دونيت اباوت اوكي انفو نمبر 3 مريامز بيرنتس ريسيفد ذا انكيوبيتور وين شي واز ات ذا هوسبيتال يعني هاد مريام حصلت على الابوين ديال مريامز مريام حصلوا على هاد الاله هادي ملي كانت في الهوسبيتال وصحيحه ولا خاطئه اوكي غنمشيو للنص وغنقلبوا على هاد يعني انكيوبيتور ات ذا هوسبيتال نشوفوا الهوسبيتال فين كاين الهوسبيتال alright يعني مريامة could not longer stay in the hospital يعني مريامة ميمكنش تبقى في الهوسبيتال يعني خرجت من الهوسبيتال اوكي واشنو قالوا ليهم من اتصلوا بهم اشنو قالوا ليهم قالوا ليهم ان هاد الالات هادو تتحصلوا عليهم الا في حالة من الطفل كيخرج من المستشفى اوكي is at home في المنزل اوكي يعني هاد الكلمة الجملة هادي خاطئة غندير اشنو falls اوكي falls وغنكتب هاد الجملة هادي اللي هنايا اوكي اللي the intubator better can be picked as soon as the baby at home okay كان لازم نكتب هنايا باش نبين المصاحيح بدل راني فهمت النص so the incubator can be picked okay can be picked as soon as the baby is at home as soon as the baby is at home alright بكملت السؤال هذا دابا غندوز السؤال الثاني ديال بي قال لك هنايا answer these questions جاوب لهاد الأسئلة السؤال الأول what اللي هي ماذا according to WHO what is the main cause behind the death of children under 5 يعني أشنو هو main cause أشنو هو السبب اللي هو رئيسي بالdeath death ديال هاد children under 5 يعني غنمشي نقلب هاد الكلمات هادو في النص أوكي okay? so نقلب عاوتاني على WHO so WHO فين هي هي WHO اشنو قال لك death هي death under 5 so the main cause السبب هو اشنو السبب الرئيسي هو birth complications premature birth complications يعني غندير ببساطه غندير اشنو ممكن نكتب this the main cause behind the death of children under 5 is كذا اوكي ممكن نكتب غير the premature okay birth complication تعقيدات ديال زياده ديال هاد الاطفال هادو okay so غنمشي للسؤال الثاني السؤال الثاني عندي how كيف عندي professor Quester become interested okay in incubators يعني كيفاش ولا مهتم بهاد الانكيوبيترز غنمشي للبروفيسور كوستر ونقلب على هاد interested ولا interest فين كاين هنايا alright so غنمشي نقلب على alright so هاي interest so his interest in incubator began when he fixed one of the devices for a
pediatrician and then learned how to construct them himself. يعني غنكتب هاد الجملة هادي مهنا. Okay, مهنا. He fits when he fits when one of the devices. Okay, one of he fits one of the devices. Okay, for a pediatrician. For okay, pediatrician. Okay, ونكمل. ممكن نكمل ممكن نقف هنا ممكن نقف هنا اوكي دابا حاولت اني نوصل باللي راني فهمت شنو كيهضر السؤال هذا ولا نمبر 3 هاو ديد مريامز فادر نو اباوت ذا انكيوبيتر لاند سيرفيس يعني كيفاش عرف هذا الاب ديال مريامز كيفاش عرف على هاد الخدمه ديال هاد الالات هادو اوكي كيفاش عرفوا سو شفناهم هادشي في الفقره الاخرى اورايت سو افتر اسكين اراوند من بعد ما سول الناس ذا فادر فاوند اباوت ذا انكيوبيتر لاند سيرفيس فروم ا فريند سو هنا غنديروا هي فاوند اباوت ذيس سيرفيس فروم ا فريند ولا ممكن نكتب انا غي هاد from a friend صافي اوكي بلا ما نكتب هاد he found about his this service from right نكتب غي from a friend صافي مفهوم so السؤال الموالي complete these sentences with information from the text يعني املا يعني كمل هاد الجمل هادو بمعلومات من النص عندي هنا to keep premature babies warm غنمشي نقلب على warm نقلب على premature babies okay so right so babies who are born early need incubator to keep them warm and protect them from infection right so غنقلب على دابا لقيت اشنايا warm هنايا okay وغنشوف doctors اشنو خصهم يديروا doctors okay يعني خصهم يديروا اشنو خصهم واحد incubators incubator okay so to keep premature babies warm babies doctors use incubator okay incubator number 2 to get an incubator people need to send يعني باش يحصلوا الناس باش يحصلوا على هذا incubator اش تخصهم يصيفطوا قلنا خصهم يصيفطوا واحد الميساج واحد الميساج واحد الرساله okay so غتكون في هنايا people requiring an incubator send a text message okay so send a text message اشنو فيه a text message to a special number to a special to لواحد الرقم اللي هو خاص special number okay to a special number 3 السؤال الجمله الثالثه when Maria's health condition got better يعني مني الصحه الحالة الصحية ديال ماريا ولات أفضل دارتشرز الأطباء أشنو دارو أوكي سوف نمشي للهيلث أوكي كنديشن بادر غتكون غير الفقرة الأخيرة أوكي رايت سو ذا دارتشرز سيد ماريز كود نوت لونجر ستاي إن ذا هوسبيتال وين هيز هير كنديشن أوكي كنديشن هاي كنديشن يعني من الحالة الصحية ديالها ولات مستقرة ولات أفضل أشنو قالوا ليها سو دارتشرز وين ماريز health condition got better doctors said that Maria ولا that she okay that ولا blood that said Mariana that she okay she could not longer stay in the hospital could no longer stay in the hospital right could no longer stay in the يعني مخصاش ميمكنش ليها تبقى في المستشفى في الهوسبيتال اوكي رايت غنشوفو دابا الاكزرسايز دي اوكي والسؤال دي هنا جاتك fill in the chart with the right information from the text يعني املا الفراغ بالكلمات بالمعلومات من النص هنا جاتك اشنايا هاد 180 108 اشنايا غنمشيو نقلبو على هاد 108 في النص اوكي سو 108 right نقلبوا عليها okay yes so 108 incubator يعني ألف ومئة وثمانين آلة ديال الحضانة incubator right يعني okay incubators that have helped about okay إلى آخره كم ممكن هنا أشني هاد 1500 هاد السهل التمرين هذا هاد جوج نقاط فابور okay easy and for free so 1500 فينا هي هذه babies okay العدد ديال الأطفال babies alright غنشوف دابا السؤال
اي اوكي السؤال اي اللي كيقول لك هاد الضمائر هادو ولا هاد الاسماء على ما كيعودوا. هنا هي شكون هو هي شكون هو الشخص اللي كنهضروا عليه في النص، الشخصيه الرئيسيه في النص اللي صنع هاد الالات هادو هو بروفيسور كوستر. اوكي يعني هذه اللي هنايا شفتوها مسطرين عليها هو كوستر. اوكي غندير هنايا كوستر ببساطه كوست رايت. هنا ذا بيبي شكون هو البيبي شكون هو الطفل اللي كنهضروا عليه هنايا هو مارياما. مارياما اوكي هو البيبي مارياما مارياما اوكي سو ذيس از ذا هذا هو البيبي هذا هو الطفل اللي كنهضروا عليه هنا. اف السؤال اف قال لك هنايا find the text find in the text words or phrases which mean almost the same as يعني قلب في النص على الكلمات والجمل اللي كيعنيو نفس هذا المعنى هذا هذا المعنى هذا. قلنا find money for find money for شفناها كيقلب على المال على الفلوس باش لشي حاجه اوكي ثم find money for اوكي غنمشيو فين فين قال انه كيقلب على الماني لشي حاجه اوكي ها هي to fund to fund هي يمول ولا كيقلب على الفلوس باش يدير شي حاجه اوكي fund so find money for هي fund. هنا answer answer هي سهله جوابي answer قلنا ان هادو فاش اتصل فاش الاب اتصل بهذه الخدمه هذه جاوبوه بسرعه فينا يا جاوبوه بسرعه اوكي سو ريسبونس هيا سو ذا مسج اند ذا ريسبونس واز فيري فاست بسرعه الجواب كان سريع سو انسر هي ريسبونس. كان هذا هو الجزء ديال كومبريهنشن سو اهم حاجه في الاسئله كاملين هو تحاول تبين المصحح انك فهمتي النص ماشي ضروري تفهم الاسئله كامله والنص كامل كاين بزاف ديال الكلمات اللي هما صعاب عليكم باش تفهموهم خصوصا اللي كان عنده واحد شي واحد عنده واحد المستوى ضعيف بزاف في الانجليزيه غادي يلقى صعوبه باش يفهم اوكي ولكن انطلاقا غير من المؤشرات اوكي غادي تحاول انك تجاوب على هاد الاسئله وتحاول تربح بعض النقاط اوكي يعني هاد الاسئله هادو ولا الامتحان هادو حاول تربح اكثر عدد ديال النقاط مثلا هاد السؤال هاد الجدول هذا سهل اوكي هذا تجاوب عليه بعينك مغمضه اوكي هذا تا هو ديال هي هذا ديال الضمائر تا هو سهل اوكي هذا تا هو غادي يكون سهل شويه غادي يكون المشكل عندكم غير في هاد دبليو اتش كويشنز اوكي غير وهاد كومبليت ذا سنتنسز اوكي اما هذا تا هو سهل ديال ترو ولا فهم سو ذاتس ات فور توداي جايز شكرا للمشاهده والسلام عليكم.